عرض فريق الألعاب القوية. يشارك فريق الألعاب القوية المصري النجوم الفضية احتفالنا اليوم بتخرج طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية تزامناً مع ذكرى انتصارات أكتوبر. يتقدم التشكيل من خلف المنصة لتنفيذ مناورات لوب تويست. تتقدم الطائرة المنفردة من اليمين لتنفيذ مناورة نايف إيج. الطائرة المنفردة من اليمين لتنفيذ مناورات نايف إيج. دوران لجهة اليمين وعمل مناورة لاجرول. بالمواجهة الطائرة المنفردة في مناورة سلو رول. التشكيل مرة أخرى من يمين المنصة ومناورة سوان. من يسار المنصة الطائرة المنفردة ومناورة انفيرتد رول. دوران حاد لجهة اليسار والخروج بالمواجهة بالوضع انفيرتد. التشكيل من اليسار لعمل مناورة تورنيدو. جهة اليمين الطائرة المنفردة ومناورة أبر رول. دوران حاد لليسار والمرور أمام المنصة مع مناورة فاست رول. التشكيل من الخلف لتنفيذ بيج هارت.
منفردة مرة أخرى من اليمين ومناورة كريزي مانو. ختاما لعرضنا، التشكيل بالمواجهة في مناورة فلاور بريك.